إذن على بركة الله الموضوع ديالنا اليوم العنف بين الأطفال. نعم، أولا غادي نبدأ بنقطة مهمة اللي ما كنتبهولهاش. هاد النقطة هادي على بركة الله في البيوت، ندخل في البيوت ديالنا. عندنا الخوت كتجبر مع بعضهم كيلفظوا بألفاظ لبعضياتهم، كيسبوا بعضهم أي لغة كانت. حذاري ثم حذاري ثم حذاري انكم تتسهلوا مع هاد الاطفال، تخليوهم يسبوا بعضياتهم. هذه بعد النقطه الاولى انطلاقه، كانطلاقه هذا كيتسمى عنف. والعنف ما معنى، خص الناس تفهم شنو هو العنف. العنف ماشي حتى نجي انا ونضرب خاي، او لا حتى نجي انا ويعني نضربه، او لا لا، العنف فقط انا نستهزأ بخي فانا عنفته. العنف انني نخوف خاي، نقول له الا ما عملتيشي غير نضربك، الا ما عملتيشي هادي غادي نزول لك هادي، تهديد. هذا راه عنف في الحقيقه. اذا اولا نحقره، تحقير. هاد ثلاثه هاد المسائل كاين في العائله، داخل في البيت ما كنردولهاش البيت. كتجبر الام كتسمع ابنها كيسب في ابنها وهي ساكته، ساكته وقف، جمعي الوقفه، جمعي الوقفه، وقفي دغيا، عيط له، قول له اجي لهنا. هذا شنو سميتو؟ علاش كتكلم معاه هكذا؟ هنا في البيت ولا خارج البيت، حنا هنا ما كنتكلموش في هاد الالفاظ، وهادشي هذا ممنوع منعا كليا بالاطلاق، يعني ابسولي ما كنتساهلش معاه. ما يمكنش نخليو الطفل الخوت فيما بينهم يتعاملوا. هنا كاين في البيوت كنجبروا هاد الطريقه هادي، والام ما رداش البال، ماشي هي ما بغياش، ولكن ما رداش من الخطوره دك ان داك الطفل هذاك اللي كيستسلم داك السب او داك التحفيز او داك التحقير، ان الشخصيه ديالو كتضعف، وانه في المستقبل غتكون عنده العداوه تجاه الاخ ديالو. يعني انت كأم خصك ضرب بالك من هاد النقطه، حد ما له الحديد باقي في السخانه ديالو. دابا 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 اي وحده جالسه معايا كتسمعني باي وجه كان، واخا يكون فيها 4 متر، نجي لهنا ياك لاباس. علاش كتكون خاك هاد الكلمه هادي؟ شنو هو؟ اعمل لي، اعمل لك اي حاجه عملها لك، حنا كنجلسوا على الطاوله وكنشرحوا، ما كنسبوش. ما يمكنش تحقروا او لا تستهزئ به او تسبوا، ماشي لا عماش نضربوه، ماشي لا عماش نضربوه. وهذه قاعده حنا عندنا في البيوت كنشوفوها وكنسكتوا عليها، كنعملوا عينينا شافت وعينينا ما شافتش، على داك الشيء كنخلقوا العداوه في المجتمع ديالنا. هذه من اساس العداوه اللي كاينه. حنا ما نستغربوش علاش العداوه في الاخر. الولاد كيكبروا كيتفرقوا، كتكون يعني داك البروده، كنبداو نتسائلوا علاش؟ ها علاش يا لالا؟ ها علاش؟ شتي علاش؟ ها علاش؟ هذه من بين النقط اللي كتعمل البروده في المستقبل بيناتهم، ما كيتحملوش. كتجبر داك الصغير كيرفيزي داك الكبير. طبيعة الحال عندهم يرفيزوه، استهزأ به، كان كيحتقرو، كان كيسبو، ماشي ضروري حتى نضربوه. كتجبرو كيشري له يعطي له يضحك معاه ويهضر معاه، في واحد المومنتو كيجي كيبدا يسبو. أولا كيستهزأ به، أولا كيضحك عليه. هنا راه هذا المشكل هذا. والأم غير واعية بالخطورة. هذا راه شيء خطير كنقول لك يا أختاه. شيء خطير، احبس الموضوع. حبسي الله يخليك الموضوع. عيط له، قول له أجي هنا. جلس. أجي أنت هنا. جلس، جلسهم بجوج. وبخهم بجوج بالهضرة. ما باقيش نسمع الكلام هذا خاك. ما نحبش من هذا النهار، طلب منه السماحه وغسلوا راسه، طلب منه السماحه من انف صاعدا. لا اريد ولا اريد ان اسمع مثل هذا الكلام، اي حاجه بغيتي توجهوا لي بالادب وبالاخلاق. واليوم حنا كنشوفوا البيوت اللي كيخرج من الدار ما كيعاودش يرجع للدار بديك السلامه وبديك الحنان وبديك، لان ما كاينش. لان لو كتبدا الام كتسال كتقول اش عندهم وليداتي؟ العين طرطقت فينا العين، عينونا وسحرونا، طرطقت فينا البلوطه الله يعطيهم نعمه، بلوطه عينونا، اري عين الشبه مبخر، ماشي شبه، لا القرند المعزه ماشي شبه، والتربيه ديالك الحبيبه ديالي عندك خلل كان في التربيه، خلل كان عندك في التربيه ما رديتيلوش البال. هادشي حنا باقيين في البيت، باقي ما خرجناش للمدارس والمجتمع ومع الجيران و و و الى ما غير ذلك. لان كل بيت لو كنا كننطلقوا عندنا واحد انطلاقه سليمه والام واعيه بشؤون بيتها وشؤون اسرتها، فهنا ما غيكونوش المشاكل، تكون حارصه
سمعت اي كلمه كتنقص، مابقاش كنتي في الكوزينه طلاق من داكشي اللي في يدك خرج. فلان اش هادشي كنسمع؟ هادشي راه ما كيتعدلش. وتشرح للكبير، خاصك تشرح له تقول له كيما كتسبو دابا الان غيوصل واحد النهار غيحقد عليك، وتقدروا توصلوها لليدين، تقدروا توصلوها لليدين، وهنا غادي يكون عندي هنا الحلبه ديال البوكس. سقسيه قول له دابا انتينا انا الا عيطت لك بهذه الكلمه غتبغي، غيقول لك لا. قول له اذا انتينا كيفاش كتسمح لنفسك لسانك يطلق هذه الكلمه نخاك ولا ماشي غير خاك؟ قول له كيما ما كنبغيكش تقول نخاك حتى شي طفل في الشارع ما تنادي عليه بهذا الكلام هذا. هذه هي التربيه اللي كتكون تقطير، تقطير الطفل. مادام قنخ هيداك فكن على يقين انه في الشارع حتى ولا تلقى شي واحد شي ولد اخر غادي يعمل له. وخصك تعرف يا ام بان هذاك الولد اللي في الشارع هذاك خصك تحس وانت وكانه ماشي ابنك، خصك تحس كابن لك، لان ما تبغيش الضرر ليك، ما بغيش الضرر لولادك، وربي ولادك تربيه حسنه واعطيهم نموذج باش يخرجوه من المجتمع، باش يخرجوه من المجتمع. عندنا بيوت كنشوفوا فيها الخوت كيتنحروا بالكلام او لا التحفيز او لا كتجبر الصغير مثلا ولا الكبير، مهم كيكون زيد شويه كيقولوا الكوردو، الكوردو يستي او لا كلمه خايبه يعني الغليط او لا هذا او لا. لا حنا ممنوع منعا كليا بين الخوت، نخليهم انهم يتناقشوا مع بعضهم بكلام استهزاء او كلام تخويف او نخوفوا، نخليو هذاك يخوف هذاك او تحقير في الشأن ديالو، ممنوع منعا كليا. هادو من بين الاسباب اللي كيخلقوا لنا العداوه في القبر. بغيتو تشوفوا ولادكم مفرقين، فاللي عنده هذا المشكل هذا فانتوما غادي بحال في الاخر تقولوا العين عينكم، سحروا لكم، فرقوكم، كنتوا مجموعين، ماشي كنتوا مجموعين. هادوك الاولاد اصلا طالعين بواحد النبته طالعه عوجه وانتينا ما ردالهاش البال. اذا انتينا خصك الجذر ديال الشجره خصك تعوض له الاغصان ديالو باش يطلعوا الاغصان في الاتجاه ديال الشجره. الى ربي خليك يا ياسمين الغزاله الدكتوره ديالنا، الا ما عودتيش الاغصان ديال الشجره فانتينا هاد الشجره غتطلع الدور ديالها كلشي مهبط شي شمال شي جنوب، وفي الاخر غيكون يعني غادي تبقى تشوف يعني الاعياد ما غيتجمعوا لكش ولادك، لان كيسقسي واحد فيهم كيسقسي واش غيكون هو ولا ما غيكونش هو، واش غنجي ولا ما غنجيش، كتطول واحد العداوه، عداوه كتكون وكتخلع عداوه وكتبنى عداوه ودائما يعني طاقه النفير بطبيعه الحال. واخا كتشوف يعني هو يعني حنا مع المغرب كنشوفو كنسكتو مادام الامور ساكت، الصغير ما كيقولش اولا الكبير ما اللي كي يعني كيسقطوا بهاد المشاكل هادو مسكت، فحنا ماشي ساكتين، ولكن هذاك اللي كيتلقى هاد الطاقه هادي ديال الاستهزاء والتحقير والى ما غير ذلك فهو في الداخل ديالو راه كيتحطم، كيتحطم، كيحقد حتى هو. اول شيء ملي غادي يبلغ ما يبغي يعرف حتى حاجه اخرى، غتجبرو غا كيعلي عليك يدو، كتهضر معاه يبدا يعمل لك هيدا بيدو، تبدا تقول بني تبدل المراهقه، دا لصقه في المراهقه، وبني تبدل، بني كذا، بني كذا. لا، كاين عندنا اشياء اللي حنا ها حنا كنطبقوها في الحياه ديالنا سلوك غير صحيح، وحنا ما رديناش في البال بان هذاك السلوك هذاك خصنا نقلعو عليه ونحيدو منه. ام ريدا شكرا عزيزتي. بعض الاحيان النقطه الثانيه اللي غادي نمشي ليها وهي انا بغيت نوجه نداء للامهات هنا في الغرب خارجين على الوطن، ردوا بالكم، هاد الامهات اللي كيشتغلوا برا والرجال ديالهم كيشتغلوا برا والوليدات كيرجعوا بوحدهم للدار وكتكلف الكبير هو يحدي على الصغارين. حبيبتي حبيبتي والله خساره عظمى، والله العلي العظيم اقسم لك عظما بالقسم الكبير انها خساره عظمى. شتي ديك الفلوس اللي كتجمع ما غيعطيو لك امام يعني الشتات ديال الاولاد في التربيه ديالهم في الاخر. نتين كتكلف الكبير منين يجي المدرسه هو يحط عينه على لا هذاك راه باقي خصو هو التربيه، نتينا كتكلفو مهام ديال شخص بالغ. خلينا من الدوله، راه الدوله ما كتبغيش هاد الاشياء هادي. هنا في اوروبا الدوله عارفه بان ما يمكنش الاولاد اندر ايج يعني صغارين يبقاو بوحدهم، ولكن كاين بعض الناس كيستعملوا هاد الخطه هادي. دابا خلينا حنا من الدوله، الدوله راه ما باغياش، ولكن انا شخصيا كنقول لكم راكم في خسران، هادي خساره. كيف كي يعني كيسمح لك القلب ديالك انك تخلي الكبير
مراقب صغارين، واللي هو الكبير ما عندوش حتى 16 عام، عنده 15، عنده 14. هو كيحس بان عنده واحد المسؤوليه ماشي ديالو بعدا اصلا. اذا عنده ما يسبخاه، عنده الا عمل خاه شي حاجه غادي يضربه، ولا اختو عملت شي حاجه غادي يضربها. مجموعه من الاشياء هنا كتحدث، مجموعه من الاشياء كتحدث. علاش انا كنقول الناس اللي باغيين يطلقوا قبل ما تطلقوا وتمشيو للقائمة الطلاق، شوفوا قائمه العلاج. صدقوني اليوم اصبح كلشي الناس كتهافت وراء الطلاق. سيدتي الفاضله، سيدي الفاضل، طلاق ماشي عيب، ولكن انا قبل ما نطلق نشوف الا كاين شي حل فيه العلاج، باش عيود ما نخدم انا 8 ساعات، نخدم غير 4، وفي واحد 4 منين يكونوا ولادي في المدرسه، منين يخرجوا انا عيني عليهم نشوف شنو كنراقب شنو كاين. الولده راه ماشي سهله، تصبح ام عندك مسؤوليه عظيمه وكبيره امام نفسك وامام الله. الناس ديال بروكسل مرحبا، راكم في القلب. ما نضحكوش على بعضياتنا، ما نقولوش بان الجاليه هنايا ما كيقراوش، الجاليه هنا ماشي مربين، لا، الامهات ما عندهمش مفاتيح اللي هي سليمه للسلوك الصحيح، هذا هو المشكل اللي عندنا. مريم قالت اللهم هذه راحه الهدوء راحه السكون يا حبيبتي، لا تزيد عليكم العنبر، ويلي 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 ويلي، هذه خصها العنبر هذه يا حبيبتي، هذه الطاقه هذه. الله 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 الله، ما عرفتش نقول لكم. بحال جالسين، بحال جالسين في شي مناظره، بحال جالسين في شي مؤتمر، وكل واحد شبل الكليس ديالو رضي من المحده، هانين وساكتين، والرساله كتوصل. اللهم لك الحمد، مسي ربي وشكرتو. والله ما غا ثلاثه د الناس يطلعوا معايا وبارك عليا، غا ثلاثه د الناس ويفهموا ويسمعوا. عندهم ثلاثه د الوليدات، ثلاثه ثلاثه هما تسعود، هذوك ثلاثه تسعود د الوليدات انا صلحتهم. انا عطيت لهم وعطيت واحد الرساله اللي الام غادي تنقذ ما يمكن انقاذه، الحمد لله. يعني النقطة الثانية كنقول لهاد الأمهات هادو اللي كيسمعوني هنا الله يجازيكم بخير، من لا يمكن ولا يعقل أننا نكلفوا مسؤولية من واحد الطفل واخا يكون كبير في السن. كتبقى نسينا الأم، نسينا المصدر، نسينا اللي خصك تراقب. علاش حنا قلنا تنظيم النسل؟ علاش قلنا تحديد النسل؟ علاش قلنا ما بقاوش حنا نعملوا الأولاد بزاف لأن الدولة غتعطينا؟ حنا ما عندنا غرض في الدولة تعطينا، حنا بغينا أولاد اللي يكونوا يخليوا بصمة ديالهم في التاريخ. حنا بغينا ولاد اللي يعملوا البصمه ديالهم في التاريخ، يدخل الاسم ديالهم في التاريخ. حنا ما بغيناش ولاد اللي ما تعطينا عليهم الدوله، حنا ماشي هاند كاب، حنا ماشي هاند كاب، ماشي ما كنشوفوش الطريق ولا ما عندناش. لا 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 لا، حنا خصنا ولاد اللي نربيهم تربيه قويمه، وخصنا ولاد اللي نزيدوا معاهم من القدام ونخرجهم ويخليوا بصمه في التاريخ. وهنا مجموعه من النساء في الغرب يعني كيضطروا انهم يخليوا الوليدات ديالهم الكبارين يتكلفوا بالصغارين، وهذا شيء خطر جدا للغايه. وماشي غير التكلفه من ناحيه يعني المراقبه، حتى يطيبوا لهم بعض المراري ويديوهم للمدرسه ويمشيوا من موراهم ويجيبوهم، لان وفي الاخر كتقول لهم، كتقول لهم ما انا عييت، كتقول انا خدامه اش بغيتوني. لا لا، هذا ماشي هو الجواب بنت الناس، راك خطاه. اسمعني انا ام ونتي ام، ياك حنا امهات كنهضروا من ناحيه، يعني انا غادي نهبط باش تفهم. انت كتخدم، هذاك واجب عليك تخدم تعطيه ياكل، هو ما قالكش يجيبو الدنيا، هو ما قالكش يولدو. نهار اللي كتبغي تقرر باش تصبح ام، خصك تعرف ما هما الواجبات اللي خصك توجد، الا ما قداش بهم رجع اللور ضينا وسالينا. اما تجيبو وفي الاخر تقول له حيتاش انا خدامه وباباك مشى، هو شمن هو شمن ذنب عنده باباه مشى ولا جلس ولا طلع ولا هبط؟ واش هو اختار باباه؟ واش هو اختار انت تكون ام ديالو؟ ما عندوش الذنب. انت خصك تصحح وخصك تشوف الطريق الصحيح كيفاش دسلك في هذا المشكل، هذا الاوبستاكل هذا، وتصوتي هذا الاوبستاكل وتصحح ما في الخطا وتزيد في الطريق السليمه. نعم، اما المساله بزاف منهم كيبداو وحنا عندنا وانتم انا خدامه وانا صحتي قطعت غير عليكم. لا لا سيدتي الفاضله، ما كاين لا قطع صحتي ولا قطعت رجلي ولا قطعت يدي ولا قطعت طهري. حتى واحد ما قال لك ولد، حتى واحد ما قال لك ولد. انت كنتي كتولد باش تشبر الراجل، الراجل علق، وهادشي لا يعقل. يعني خصنا نصحوا من الفكر ديالنا، خصنا نشوفوا الاشياء بالالوان ديالها صحيحة، ماشي الحاجة اللي بولنا في الكحل وحنا كنشوفوها في البياض. دابا هاد اللون هذا أسود وهذا أبيض
وهذا اسود، وهذا اسود غادي يبقى اسود، وخا مزرع على البياض كايبان اسود. ما غطلعش وحده وتقول لي داك الخنياق اللي في عنقك في البياض، صح ولا لا؟ الحاجه خصنا نخليوها في الواقع ونخدموا المنطق ديالنا مع الواقع. هذه النقطه الثانيه ردوا البال عليها، خصوصا حنا هنا اللي في الغرب ملي كنخدموه مع المالي الناس كتخدم، خصوصا هاد الصحاب اللي كيخدموا في الخدمه، يعني مثلا النظافه التنظيف وداك الشيء اللي رينا لي كتشبر في السوايع، عرفتي مطحونه مع السوايع خاصها تجمع الاورو. يا بنت الناس انت كيقول لك عقلك كتجمع ولادك ضايع الرافينه، في الاخر كتشوف هذه خرجت لك في الديسكوتيكات، هذه مشات لك في هذه مشات لك غبار، هذا مشى مع منين، هذا داز مع منين، هذا هبط مع منين، الوقت كيكوس كيطير. يعني هادشي لا يعقل. الولاد خصنا نحرصوا عليهم حراسه شديده، وماشي غير نحرصوا عليهم اننا نبقاو في الدار قاسين عساسين عليهم، كونترول. نشوفوا مع من كيمشي، ونشوفهم كيفاش كيهضروا في الدار، طريقه التصرف، طريقه الحركه، لغه الجسد. من بعد غنعمل لكم واحد الموضوع على لغه الجسد باش تعرفوا من الطفل ملي كيبدا يتحرك بعض الحركات، خاصكم تعرفوا شنو مور ديك الحركه. بادي لانجويج كتسمى بالانجليزيه، بادي لانجويج، لانجويج هي لغه الجسد. اذا هنا نصيحه ديالي للامهات. النقطه الثانيه في النصيحه، وهي الامهات اللي كيشتغلوا بزاف الساعات خاصهم يراقبوا هذه النقطه، هذه ردوا بالهم، راه لا يمكن ولا يقال ان تكلفي الطفل الكبير ان يعني تجوز له المسؤوليه على الاطفال الصغار، هذا ماشي الشغل ديالو هو. وما حتىش تبدا تقول له انا خدامه وانا باباك مشى وعمك مشى وجدك مشى، يمشي بابا ولا يمشي جدو، هو ما عنده حتى شي دخل داك الشيء، هو ماشي مسؤول، انتين وباباه اللي مسؤولين. ما تحملش الطفل، راك ملي كتبدا تنطق معاه تصوروا، اقسم بالله العلي العظيم عندي ناس تزوجوا وعملوا وليداتهم كارهين ولادهم، كيقولوا حنا كرهنا العيال، لان ملي كانوا صغارين هما كيربيو في العيال، ما عاشوش الطفوله ديالهم، عطاوهم مسؤوليه وهما باقيين صغارين، عرفتي غير مدردبين عايشين. كتقول لك انا عييت، انا ما بغيت العيال لا والو، عييت كرهت العيال وكرهتها، وما انا عندي ولادي وغير كنشوف فيهم بحال ما كنعرفش شنو هي الامومه، عرفتي واحد كان في الطهره، واحد في يده، واحد كتجر، واحد باش معاه، يعني الناس الطفوله ديالها. لان حنا ما خصناش نسوطيو يعني المراحل، خصنا نخليو المراحل في مكانها، خصوصا هاد الدول هادي راه يعني مساعده معنا بزاف الحوايج، وعلى الاقل نقراو واحد شويش ونفهمو ونعيشو حتى حنا بحال الناس، اويلي نعيشو بحال الناس وصافي، على الاقل اقل الايمان هو الانسان يعمل واحد شويش لونكيت ويبحث باش يعيش كانسان معزز مكرم، كرامته كما هي الدول هادي عطات لك الكرامه ديالك. تساو علاش باقي مخدم داكشي القرن واحد وداكشي، يعني نهض. أمين سعيد مرحبا، الله على راح الله، الله يا سيدي ربي الله، إوا كي جيتكم كي جيتكم. نعم، إذا النقطة هذه خصكم تردوا البال مزيان، بأن الأمهات اللي كيشتغلوا ساعات كثيرة، فأنا النداء ديالي لهم يحاولوا يبحثوا على عمل، يقلصوا من ناحية العمل، يحاولوا يقلصوا، والله ما تتبنوا الراحة ولا الشعر والفضيحة، باش يراقبوا وليداتهم. فقط مجرد أنك كتعطي المسؤولية أن ولدك الكبير اللي عنده 14 ولا عنده 15 يحدي لك أخرى عنده 6 سنين وأخر عنده 7 سنين، طحنتي هذاك الكبير بعدا، وهذوك الصغارين دمرتيهم حتى هما معاه. ما يمكنش يبقى في حدي الطفل، هادي ما عمرها كانت، هادي ما عمرها كانت. انا كنقول لكم عندي ناس تزوجوا وهاربين، ونزيدكم حاجه واحده اخرى، شحال من رجال تزوجوا ما بغاو لا ولاد لا والو، لان رباو خواتهم، كتجبر الاب كيموت كتبقى الام ديالو تجيب نخك عطي نخك دي نخك، صافي الراس ديالو عيا. ملي كيعمل ولادو ما كيحسش بداك الطعم ديال الاولاد، عليها بعض منهم كيعلقوا، ما كيبغيو يعطيو لا مانوتنسيون، ما كيبغيو يعطيو فلوس، ما كيبغيو، كيزيدوا فحال مو حياتهم كاملين هما مع العيال معلقين بالمسؤوليه، صافي كيزيد اخر فحالو،
حنا راه عندنا مشاكل في الحقيقه، ومشاكل عندنا الاسس ديالها راه ما كنشوفوش من ما يجي المشكل، وفي الاخر كنبقاو الانسان كنبقاو يعني نتهموه بالاصابع ونشددوا عليه يعني بالعنف في الكلام، وراه خصنا نعرفوا الاسباب ديال المشاكل منين ماشيه. راه عندنا الديبار ديالنا كامل مبني على المشاكل، وراه الانسان يعني ما يمكنش يصبر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. راه الانسان عنده الحدود ديال الصبر، كيوصل واحد الحده فالانسان كينفجر، لان الاشياء كتزيد على الحد ديالها فهي كتقلب ضدها. كاين بعض الرجال كتجبر عنده خاه عنده 3 سنين، خاه عنده ملي عنده 3 سنين هو يشيلو الصباط، يشيلو التشانكلا، يشيلو الشاندال، يشيلو هذا، الخدمه اللي كيخدم خصو يعطيها للدار، ملي عمل 16 عام هو خدام، ملي كيجيو صافي عاد باقي ما تجيبلو عاود المراه العواول. هو الطفوله ديالها كامل مع العواول، عاود باع العواول، هو بغى يهرب باش يرتاح ساعه صدق مصيبه اخرى، الله خلاه كيعلق، كتبدا تجي هي المختفون. السلام عليكم، انا فاطمه بنت الدوار بنت حمد بن شعيب، كنقلب على ولد احمد ولد ها كيطلع كيشوف كيقول ناري ممتيه هي جات كتفتش عليا. عرفتو كيبدا يخرج بالشمريرو في ذاك البوابلو وداك الشيء كيبدا يخرج بالشمريرو، قسما بالله هارب، اش بغاك؟ هي سكينه تزوجت بقات كنشبرو انا بالعيال. والسيد مداب داك الراس ديالو دكدك له وانتم ما جات تحمقوا بنادم، وكنضحكوا على راسنا قسما بالله الا كنضحكوا على راسنا. اش قلت لكم انا الزواج بنادم اللي يجي يتزوج، شوف البيئه السيد منين ما يجي، واش ربى العواول ستيتوين، واش عاش الطفوله ديالو، الا اختي ما عاشتي الطفوله ديالو علق، ما عاشتي الطفوله ديالو غير مشي بحالك، ما كنقول لك حالا غير بحق غير بحق الدوار علق، لان هذا السيد هذا خصو الطفوله مشات له. الطفولة الانسان راه اي واحد فينا عنده ديك الطفوله، ديك الطفل الصغير داخله جواه، ما جاتينا باش تشبروا بالعواول، هو هارب كيقول الله ملي الزواج كيقول دابا غادي نرتاح، كدع عليها الاول ها الثانيه الثالثه كيقول اخي قول لي عيدا هو ايوا بلات كيسمح ما كيبات. تمشي يا المختفن كنفتش انا من شعيب دوار احمد من دوار بن قريب من دوار هبط وطلع من دوار قطع وسرق من دوار ما عاد يالاش كيطلع هو كيقول واقيلا هي كتبدل عليه كيقول بالهم تكمشات كامله والهموم والمشاكل كيطلع كيقول هذه رحمه اويلي هي تابعاني حتى في التلفزيون في التلفزيون تابعاني واش الله يعطيك العذاب قسما بالله صافي كيقول 6 ايام بعدا بالرعبه ما كيبقاش يخرج من الزرقه بركي يقشعوا شي واحد وهي مسكينه طلعت التصويره ديالو انا كنفتش على احمد ولد احمد ولد الدوار ولد شعيب هذه هي التصويره ديالو ونتمنى الا كنتي كتشوف هذه الرساله فانا كنستناك ولادك يبكيو عليك وانا ولادك يبكيو عليه ويبكي عليه حتى حفايطو واش هو هارب السيد هارب ما عاش لا طفوله ولا والو بغا يمشي دابا مشى يرتاح ويعيش في الزمايق ينعس في البوينتي وما باقيش عاد يزيد يدور هي مسكينه ما جاب داك الحلم بقات كتشبر الراجل بالولاد واش شبر بالولاد واش شبر دابا هو الهاوي هذا راه مشكل نغرقوا راسنا ونغرقوا ولادنا وفي الحقيقه كنغرقوا راسنا وكنغرقوا ولادنا لان ما يمكنش حنا نولدوا مع امان دب وهب وفي الاخر نجيبوا هاد الوليدات ونكرفصوهم حرام عيب 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 مادام باقي في القرن 21 ما عرفش يعني فين غيدخل ومنين غيخرج ما كيعرفوا لا منين داخلين ولا منين خارجين مخيره كتجي داخله للزواج على اساس انها غتشبر الراجل وغادي تعمل وغتصنع في الاخر كتجبرها خارجه يمشي ببند مشاكل وطلاق وصداع ونهارات الاماكن اللي ما عمرها دخلتهم كتصبع داخله فيهم حنا هنا اللي في الغرفه خصنا نردوا بالنا لان مع عمرنا كنضطروا خصنا نبداو نمشيو ماشيين ماجين ماشي ما غطياير كياكلوا لنا فلوسنا ومالنا حنا اختي خدامين على الطيار ولا الواقع مر في الحقيقه الواقع مر وخصنا نخدموا على ولادنا الواقع مر هو هذا الواقع ليس له نظير وليس له مثيل واقعنا واقع مر واقع مؤلم واقع مؤسف الاخلاق عندنا سلوك يعني اللي هي سلوك يعني كومبورتمون ديالنا عندنا بعض الكومبورتمون اللي هو خطا اللي هو كاين المردوديه ديالو مردوديه جد عويصه علينا وحنا المشكل هو اننا عندنا المشكل ها هو وما عارفينش كيف نعالجوه وما عارفينش شنو السبب جوج حوايج عندنا ما كنعرفش شنو هو السبب وما عارفينش كيفاش نعالجوه اذا هنا كتراكم داك الكره ديال المشاكل والانسان العربي الشيء الوحيد المنفذ ديالو الواحد هو عينونا سحرونا سحرونا عطاوها لنا بالصحقه عينونا هذا العين الامور كيف كانت ماشيه كيف كانت راجعه ماشي كيف كانت ماشيه تي كان كيقول لك عقلك على انها ماشيه الاولاد كانوا صغارين كانوا كيعاونيو في الصمت وما كانوش كيهضروا لان الطفل بعض الاحيان ما كيعاودش
هذه هي من طبع الطفل، خصك تعرفها. وباش يعاود لك الطفل وتعرف الحاله ديالو النفسيه خصك تبدا تجلس معاه، خصك تسقسيه شنو ظهر لك في هذه الحاجه في الفلانيه، شنو ظهر لك في هذه الحاجه في الفلانيه، شنو ظهر لك في هذه الحاجه في الفلانيه، واش كتعجبك الاكل في المدرسه، كيفاش كيتعامل معك الاستاذ، كيفاش كتعامل معك ماما، كيفاش كيتعامل معك بابا، كيفاش كتهذا، شنو كيعجبك في الحياه. دائما خصنا نفتحوا واحد الباب للحوار مع الاطفال باش على الاقل نشوفوا النفسيه ديالهم كيف النيه. نعم، وحنا يعني ما كنسولوش الاطفال، واصلا حنا في المجتمع ديالنا عندنا واحد المشكل بان الطفل ما عندوش الحق يهضر، والرسل سولوا ولادهم، وكاين الاولاد سولوا الاباء ديالهم في القصص، جميع مجموعه من القصص في القران عندنا، هذيك القصص عندنا غتما بحال الروايات وصافي منزلين، ماشي اللي عقل عليها. كل نبي عنده قصه، وهذيك القصص خصنا نطبقوهم حنا في الحياه ديالنا باش ننجحوا. والمشكل الثالث هو ان الطفل الا قال لا ويلي ويلي، لا بالنسبه عارفنا الا جاوبنا الطفل بلا قلنا له يعمل شي حاجه وقال لا، هذيك لا راه جواب، خصك تعرف بنت الناس راه جواب. لا وحنا والدينا اللي كيقولوا لنا كنعملوا، وحنا راه هذوك كانوا اخطاء، وهذا هو. شوف حنا كيف حنا الحياه ديالنا دابا، لهنا عايش شي واحد في الحقيقه. نعم، اذا هذا امر يعني لازم، هذا العنف هذا خصنا نردوا البال، اذا كان بين الخوت خصنا نوقفه حالا، ونحاولوا هذاك اللي كيطلق الكلام عنفي اما تحقير اما استهزاء اما خصنا نهضروا معاه، علاش كتصرف هذا السلوك، واش انت في نظرك حنا هذا السلوك اللي عملناه لك انت كيفاش غادي تحس، غيقول لك لا ما غيعجبنيش الحال، قول له كيما غيعجبكش الحال زين حتى خاك ما خصكش تعملو، لان الا زدتي بهذا السلوك هذا فحنا غادي يكون عندنا واحد الحصيله المردوديه ديال المشاكل في المستقبل، وغادي توقع لنا حلبه الشبكه، حلبه البوكس في الدار، لان ملي غيتقدوا الكتفين فكل واحد غادي يدافع على نفسه، وحنا هذه ماشي حياه، حنا ما عندناش من المصارعه داخل البيوت، البيوت خصنا نعيشوا فيها بسلام وامان. هذاك الصغير كيسكت دابا لان هذاك الصغير ما عندوش القوه باش يدافع على نفسه. اوكي، اذا النقطه الثانيه قلنا بالنسبه للامهات يردوا بالهم اللي كيخدموا ساعات كثيره، وانهم كيكلفوا الابناء ديالهم الكبار اللي عندهم 13 14 15 كيكلفوهم على خواتهم الصغارين، ولو يكون عنده 18 ولو يكون عنده 20 هو راه باقي غادي يزوج وغتكون عنده مسؤوليه، لا داعي تعطيه انت المسؤوليه قبل الوقت. لازم يعني قم بالمسؤوليه ديالك، وخصك تفكر راه كاين بعض الناس، انا اللي بغيت نوصل مع النساء هنا في الغرب كتخرج كتعمل كوريكولوم، شوف على شوف على مصيبه على كارثه عظمى، باش ما عندناش هذا ما كيخدمش، كتجي كتعمل كوريكولوم ديالها، كتعمل داتوس بيرسوناليز ديالها الاحداث الشخصيه ديالها، كتعمل المعلومات الدراسيه ديالها، كتعمل معلومات المعلومات العمليه اللي سبق لها خدمه، حتى هنا حنا مزيان، كتجي لتحت كتقول ديسبونيبيليداد ايميدياتا، يعني انها واجده للخدمه في اقرب وقت ديسبونيبل. كيفاش انت كتعمل ديسبونيبل وما كتحددش ساعات العمل؟ يعني يقدروا يعيطوا لك بالليل، يقدروا يعيطوا لك من الصباح حتى الليل، يقدروا يعملوا لك السبت والحد خدم، يعني ما كتعملش الشروط ديالك انت كأم، خصك غير عيطولك تخدم، عينك مفتوحين غير على العمل، انك تدخل تشتغل. ايوا نتينا ماشي سلطيره، ماشي سينجل نتينا، ولا ما عرفتيهاش. كاين بعد منهم واحد المصيبه واحد الكارثه كتمشي للوكوطوريو
كنعطي الباكستاني عاد دلا الكوريكولوم، شفتهم بعيني قسما بالله، انا ما كنكذبش. هاي باكستاني كيكتب لها الكوريكولوم وكتجبرو بدا ديه وتفرقو ولا ما عادش كتعمل له. يعني نتينا غادي تعطي في الريستو، عرفتي سوايع ديال الريستو شنو هما؟ انت غادا تجي الساعة 12 الليل، انت عندك العيل الكبير عنده 14 عام، الراجل مطلق، يعني هذاك العيل كيحديه، ايوا شي نهار تنوض العافية ولا يجي المخزن، يعني ما كتخافوش. راه مشكل ردوا له البال، راه ردوا البال لهاد المشاكل هادي، الله يجازيكم بخير. سمحوا لي لان انا هاد التليفون هذا عصبني. نعم هادو اشياء اللي خصنا نردوا البال على العمل، والعمل بنت الناس. مادام نتينا ام خصك تبحث على واحد العمل اللي هو كيناسبك انت وكيناسب ولادك، انت ما بقيتيش راسك. الانسان انك يكون هو سينجل، انك يكون هو اللي يبغي يعني باقي دراسو اوكي، ولكن انت كأم خصك تعرف بان عندك واحد الدور في تربيه هاد الاطفال هادو، هما ما غيتربوش بالهوا. سامية سامية شكرا عزيزتي بارك الله فيك، حياك الله الغزالة. ما غيتربوش بوحدهم بالهوا، فين ما كتسمعونيش اذا هبط هذا سمحوني. نادي انا دو تشي ماروكا و جو سوي ماروكا، بيانفوني الغزالة، جو سوي ماروكا 100%. وي كاين بعض الناس كيسمعوني كنهضر هكذا كيقولو معقول انا ماشي مغربية. اذا هذه نقطة، يعني اي حاجة بغينا نعملوها حنا عندنا اطفال خصنا نراعيو داك الاطفال، يعني منين يرجعوا من المدرسه على الاقل مع الرجوع ديالهم مع الحضور ديالك، مع الرجوع ديالهم من المدرسه مع الحضور ديالك، حاجه واحده اخرى بالنسبه للاطفال. خصنا نعرفوا بان احنا العنف بالنسبه للاطفال دائما كيحدث من ما كيكونش الناس كبارين، يعني حنا الا عندنا اطفال في الدار يعني الخوت كيتناقشوا مع بعضهم، كاين واحد الحقد وكاين واحد الاستهزاء، فكون على يقين ان داك الطفل هذاك اللي كيتعامل مع خا هيداك هو خا غادي يتعامل مع طفل اخر خارج البيت. اذا نتينا ما كتمشيش موراه المدرسه، ما كديش في المدرسه، ما غيوصلولكش الاخبار. الا كنتي كديه وتجيبو ربما شي ام تقدر تلتقي بك وتقول لك شوف بني راه كيعاني، راه بنك عمل لي او لا فلان عملنا فلان، غادي تاخذ بعض المعلومات بعد على الاقل، وغادي تحاول تصارع مصارعه من وراء الابن ديالك، اما تجبدهم ديك المعركه اللي هو داخل فيها، اما غادي تنبههم الطريق الصحيح. ولكن نتينا الا كطلق لي الولد يمشي بوحده ويرجع بوحده، نتينا ما كايناش، لان علاش عمل 10 سنين واخا عمل 13 عام 14 عام باقي خصك تديه، باقي خصك تدي ولدك. ما كديه ما كتجيبو، على الاقل اختار واحد التوقيت، يعني اما تجيبو اما تديه، انت ما كتبانش مره في الساحه، ما كتبانش لهاد الولد اولا لهاد البنت. اذا هنا ملي انت ما بيناش خصك تعرف عندها هاد البنت ما جبرتها غاره فغادي تنحارف، اولا هاد الطفل هذا غيجبر صغره فغادي نحارف، لان كيعرف انك يدخل انك يدق الجرس ما كاين موراه لا راقي ولا حاسب، ومن كيدخل ما كاين لا راقي ولا حاسب. اذا هو عنده الحريه ابسولي، عنده ما عندوش الا حريه غلاطيف، عنده اون ليبرتي ابسولي، يعني كيدخل للمدرسه يعمل اللي بغا ويخرج، وحد ما كيهضر مع حد ما كينادي عليه ما كيقول له اوه ستوب، ومنين يخرج حتى كتجيك لي بولتان ديالو بلي نوت كي سون فريمون انكرويابل، وكاع ما كديها في لي نوت ديالو يقرا ولا ما يقرا، كتقول له قرا ولا ليه يقريك قرا، على بالك كتقول له قرا باش تقرا مزيان، هاو كمل ومشي عمل فريغا بلاطوس،
غسل نيتواي لي زاسيات زيد غنمشي دبر الخدمه. غا كتشوف واش الله زاد واحد كتقول لهم مشي اللي دلت فعل الكوريكول ومشي للميركادونا ومشي للالدي ومشي لهذا صافي. في الاخر كتقول لك انا ما عنديش السويرتي وانا ضيعت صحتي وانا خدمت وانا هذا. راه ما يمكنش هادشي هذا، راه ما يمكنش هادشي هذا اخواتي. كنهضر معكم من القلب وماشي غتضيعوا غا صحتكم وصافي، الريه ديالكم غادي تضيعوها. هادو الخدام اللي كنخدموا بعدا خدامي ديال تمارة بجد بصصق كون معكم واقعيه. دابا حنا هنا نهضر معكم بالعربيه باش تفهموني، كنخدموا 10 ساعات 8 ساعات باش نربحوا عليها جد بصصط ولادنا نسمحوا فيهم. المستقبل ديال ولادنا ما كاينش، ماشي معناته الباسبور حمار. ها هو انا عندي من زراعه تحت الكاما شو بغيتو؟ ها هو باسبور حمار ولا ازرق؟ لا كتقول انا ابني عنده الجنسيه، انا ابني عنده الجنسيه، عنده الجنسيه واش غادي بالو الجنسيه؟ اش غادي بالو الجنسيه؟ الجنسيه غادي وكلو اش غادي بالو الجنسيه؟ انا ما نعملو الجنسيه بنتي، ما تكونش عندك ديك الفكره. معنا ما نعملو الجنسيه الحبيبه ديالي، الجنسيه ما غتعطيه نقاط، ما غتدوزو الجامعات، ما غتشوف له خدمه، ما غتعطيه مستقبل، ما غتعلمو بيرمي، ما غيشري بيرمي، ما غتشري له طونوبيل، ما غتشري له دار، ما غتزوجو. هادي بعدا نقول لك من هنا باش ديها صحيحه وتعمل الام في الراس ديالك. عنده الجنسيه لا بني ولد هنا، ومن بعدها هو ولد هنا. هادو النقاط اللي خصنا نردو البال عليهم بزاف، يعني خصوصا الامهات اللي كيشتغلوا برا. العمل هو واجب على اي وحده باش تعاون على الزمان، لان الزمان صعيب. حنا عارفين الزمان صعيب، عارفين الزمان راه ما يمكنش يد وحده ما كتكفكفش. هادي العالم كامل عارفه، وانا من بين انا كنشتغل برا، ولكن كنشتغل برا وحاولت نجيب بعض الاشياء ديالي للدار، لان اسحاق غادي يدخل لي في المراهقه. خصني نطلع له نشوف، خصني نكونترولار نشوف شنو كاين، شنو هما التغيرات، شنو هما الاحداث. طبيعه الحال واخا كاين التربيه وكاين وكاين وكاين، ولكن ما خصنيش نغفل، لان هاد الزمان هذا علاش كنهضر معكم كنقول لكم هكذا. هاد الزمان انا نربي ونعوض، كيجي عمي انترنت وكيخربق لي كل شيء، كيجي تيك توك كيفرع لي كل شيء، كيجي اليوتيوب كيهرس لي كل شيء. اذا انا خصني نكون بالمرصاد تما واقفه خطوه بخطوه خطوه بخطوه خطوه بخطوه حتى ندفعو من بر الامان. عاد نقول الله يا ربي حمدتك وشكرتك، فهمتوا؟ لان انا كنعوض هذا الطفل باقي صغير كيدخل لي الانترنت، رغم انه عنده الكونترول في الانترنت. اللينكس فاميلي اللي ساكن هنا في اوروبا يعمل غير لينكس فاميلي، كتشبع التليفون ديالو كنشرو مع التليفون ديالك، وكتعطي له الساعات اللي غادي تشوف فيهم انترنت والمواقع كتشوفها كيدخل كيطلل. كتراقبو انت، عندك حق تراقبو. وهادشي انا قلت للامهات راه خصكم تراقبو وليداتكم صغارين فكيدخلو، راه ما تخليوش ولادكم يدخلوا في اي حاجه. كيطلعوا صور اباحيه، كيطلعوا صور اللي كيبينوا النساء كيفتحوا على العلاقات الجنسيه او العلاقات الحميميه، كيطلعوا عريانات. ردوا البال، والاطفال باقي صغارين كيشوفوا هذه المشاهد راه ماشي في الصالح ديالهم. وحنا هضرنا مع الناس وعودناها غير وكان معمرني ما كنقولش بعض الاشياء، لان ما كنمشي كيخلوني نهضر على خاطري. فكاين موقع مسمي مشون بلاي ستور، عملوا لينك فاميلي، فاميلي لينك، كتهبطوا داك هذا البروغرام. ملي كتهبطوا اما بالايميل ديال الطفل اولا بالتليفون ديالو، كنبقى نشروه مع ديالكم وكتراقبوا. كنعطيو له نص ساعه الانترنت، ساعه ملي كتكملوا ديك الساعه كيوقف له الانترنت، ما يقدر يدخل حتى شي موطع، لا يوتيوب ولا 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 حتى شي موطع. فضينا الصداع وانت كتراقب فكيدخل من التليفون ديالك، واخا تكون هنا ولا لهي ولا كتدخل كتشوف ابنك فين دخل. نهزي الباريس مرحبا بهم، الله يحفظكم. الله يا ربي على راحة، الله الله على راحة يا اخواتي، الله كنبوسكم من القلب رجالا ونساء، راحة تامة قسما بالله. ما اجمل هاد الجلسة هادي، والله الا كنا محتاجين لها، والله الا جلسة معتبرة.
معتبره راه بحال جالسين في البيوت دابا عاد كنحسوا راسنا جالسين في البيوت ديالنا، هو كيف حال كنا جالسين في الخندق الزرباح. جلس انت نهبط انت نطلع انت نجلس انت نطلع انت هبط انت جلس انت ايا ويا 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 دابا عاد كنحسوا حنا جالسين مع الناس. ايوا يلا عقسوا دابا ياك. اذا غنزيدو نكملو. اذا قلنا كنعاودو عاودنا على هاد الخلافات اللي يقدروا يكونوا في البيت خصنا نردو عليهم البال، الا كان عندنا التخويف، الا كان عندنا التحقير، الا كان عندنا الاستهزاء بين بعضهم خصنا نشوفو. المراه اللي خدامه خصها تراقب ان التوقيت ديالها ديال الخدمه تحاول منين يجيو الاولاد المدرسه خصها ترجع بحال البيت، فهمتوا؟ اذا كان الزوج يقدر يعوضها بعد على الاقل كاين طرف، اما حتى شي واحد ودوك الاولاد كنكلفوا الاطفال على الاطفال هذا لا يجوز. حنا واخا ما شفناش الدوله، حنا ما خصناش نخافوا من الدوله، حنا خصنا نقوموا بسلوك اللي هو صحيح لصالح ديالنا ماشي على اساس الدوله. الدوله فعلا حتى هي كتاخذ يعني مهات كمكافري على الاطفال، ولكن انا واخا تشوفني الدوله ولا ما تشوفنيش انا خصني الصالح دبني. فين هو الصالح دبني؟ الصالح دبني هو انني انا خصني نراقب كأم ونراقب خاه الكبير ونراقب خاه الصغير، نراقب اختو الكبيره ونراقب اختو الصغيره، ماشي نعطي التربيه ديالو نقوزاني الكبير ونقول له انت الكبير عمل عينك على خواتك، انت الكبير عمل وعمل، انت الكبير عمل وعمل، نوض انت الكبير خصك تمشي تسخر، نوض انت لا. هاد الهضره هادو خصنا نبدلوهم. حنا ما يمكنش في الدار نبداو نعيطوا للكبير الكبير والصغير الصغير، كنخلقوا الحقد وكنخلقوا الحسد وكنخلقوا البغض وكنخلقوا في الاخر التفارق والتباعد والتنافر بين بين الخوت. فاطمة شاف، شكرا عزيزتي. بالنسبه للمدرسه حاولي تظهر اما في الذهاب ولا في الاياب ولا الذهاب والاياب، يعني ما يمكنش واحد الطفل عنده 10 سنين او 9 سنين هنا في اوروبا كيمشي بوحدهم. كاين هنا راه خرجت بروغرام هنا في اوروبا الناس راه عارفينها ما نجبتش الدوله، قالوا الاطفال ديال المفاتيح، اطفال ديال شلويطه، شلويطه هي المفتاح، شلويطه هي المفتاح بالهولنديه. اذا اطفال المفاتيح خرجت بروغرام هذه وانا عندي وانا شفتها، يعني الطفل كتعمل له يماه المفتاح وكتصيفطو كيمشي يجيب المفتاح معلق عليه في هذا بحال كادينه. طفل غنعطيكم واحد المثال وهذه خليوها امامكم. شتي ملي كتحط الباغرير على المقله كتقدر تعمل عليها عينك هيدا طق طق، خصك تبقى تزوله سينو كتحرق. نفس الشيء بالنسبه للطفل، الطفل خصك تحسبو فحال انه واحد الباغرير حطيتيه على المقله انك خصك دغيا دغيا ها خصك تعمل يدك دغيا 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 باش تطلعها سينو غتحرق، صحيح ولا لا؟ اذا كذلك الطفل، باش هاد السيده اللي باقا عاد ما جاتزوج ويعني وباغا الاطفال بنت الناس، الا ما عندك لا معلومه لا والو على الاطفال وعند بالك بنت تعمل الطفل وذاك الطفل غيكبر يكبر بثاني بالاكسجين وغيخرج ثاني اكسيد الكربون هكذا وصافي وغادي يطلع، لانك الاعتقاد ديالنا الوحيد ايوا كبرناهم وصبطناهم ولبسناهم، الاكل ماشي هو التربيه، اللباس ماشي هو التربيه، هادو من الكماليات الاساسيات الاخلاق اللي حنا رجع عندنا الاساسيات هي الاكل والصباط. هذا راه مشكل، هذا راه مشكل، مشكل وكبير ماشي صغير، مشكل وكبير. ها هو داك يطيح هذا عاود، مشكل وكبير. رحمة الغزالة المصباحي من مدريد، مرحبا بالناس ديال مدريد، حياكم الله الغزلة، تحية لكم. إذن بالنسبة
العنف بين الاطفال هذا ظاهره موجوده في العالم كامل، في ممشي ما غادي نجبروها، ولكن الا حنا كاباء حاولنا نناقشوا هذا الشيء في الطاوله في البيوت ديالنا واحد الشويبوش بين الاطفال ديالنا، نقولوا لهم بان ما خصناش نتنمروا على حد اخر، ما خصناش نناديوا على اخر باسماء اللي ماشي هي الاسماء ديالهم، خصنا نحبوا بعضنا، نعلموهم ما معنى الحب السليم، نعلموهم يعني العلاقه اللي هي علاقه سليمه، علاقه فيها حب فيها عطاء. يعني هنا كنقصوا من حده هذا العنف، لان انا جالسه معكم ربما انا نقدر تجي لي في ابني ولا ما تجيليش في ابني، ولكن سي تقدر تجي لك في ابنك، ولا جات لك في ابنك كانها جات في ابني. وهنا في اوروبا حنا كنعرفوا عندي حالات بان كاين بعض الاطفال تعرضوا للتنمر، يعملوا لهم البويلين يعني كيعملوهم في الوسط وكيبداو يضربوهم وداك الشيء. وهنا في اسبانيا كاين داك لاتين سكين، كاين مجموعه من بعض المجموعات عملوا بعض الاسماء اللي هما كيخرجوا بها على الحدود يعني، وكيبداو يتعدوا بها على الاطفال في المدارس وداك الشيء، كتدخل جمعيات كيدخلوا هذا باش عاد كيعوطوا، ولكن كيكون الطفل ضد الدقه ديالو خصو طبيب نفسي وخصو خصو خصو خصو. أمينة الغزالة طاردي دي الروسس. إذا وبالضبط بأن إلا هضرنا معاهم على هذا الموضوع في البيوت، فلأن علاش خصنا نهضروا معاهم هذا الموضوع هذا بالضبط، نحاولوا مرة مرة نلقيو عليهم واحد الدرس بحال هكذا، لأن الموضوع ديال العنف كيوقع برا ملي ما كيكونوش الكبار، هما راه ماشي أذكياء. كيكون يعني في الساحة، في الكوميدور ديال الماكلة، يعني في أماكن اللي ما فيهاش الكبار. وما فيهاش الاساسيد وما فيهاش المراقبين اللي كيراقبوا، هنا فكتوقع ديك اللحظه دهاتك، ولكن الطفل هنا كيتاثر في النفسيه ديالو. كاين بعض الاطفال كيرجعوا من المدرسه يعني حزنانين. انتم خصكم تلاحظوا ملاحظه بان الطفل النهار اللي نوض نهار الاثنين وتشوفوه الكماره ديالو باين، العينين ديالو البؤبؤ العينين ديالو فيها الدموع الحزن، عرف بان الطفل كيمر من حاله نفسيه، ازمه نفسيه، وخصك تشوف شنو هو السبب، خصك تسرع مجاهده، لان هنا هذا الطفل غيكره القراءه وغيكره المدرسه وغيكره التعليم وغيكره شي حاجه سميتها اقرا. وانت ما فاتناش كاين بعض الامهات كيبداو يغوتوا على ولادهم في الصباح، وافوك دغيا عمل السبردينه زيد دغيا، هو انا يضغط الدرع وقلبه غادي يوقف لان في المدرسه عنده مشاكل، وانت ما رداش البال. إذا الطفل اللي كيقوم في الصباح النهار وكتشوفو ما عنده غرض لا في الدوش لا يعمل لا ما يعمل لا هذا، هنا خصك تراجع الأوراق ديالك، تشوف في المدرسة شنو كاين، دي عينك معاه، مشي للمدرسة، اعمل واحد الطلب للمدير أو لتساند المدير، يعطيك واحد هذا بأن كيف ماشي، ما أنت ما تسقسيش على الحالة ابنك ولاش، كيف ماشي في النقاط، طلب الإذن من الأستاذة، كيف ماشي في النقاط، واش كيقرا مزيان، واش خصو شي مادة تزيد تعاونو فيها، أنت مشي على أساس القراية باش تشوف شنو كاين. راه كاين بعض الاباء ما كيمشيوش مره يسولوا على ولادهم، الابن كيكون عايش في واحد الدراما والاباء راه ما عارفينش. نعم، اذا هنا في هذا العنف ملي كيكون العنف خاصكم تعرفوا ان الناحيه النفسيه والجسديه عند الطفل كتعاني معاناه شديده، اللي في الصمت ما كيهضرش، وهذا المشكل هذا كيؤدي به في الاخر الانتقام، الحياه ديالو ما كيكونش فيها النجاح، كيكون واحد التكسير كبير في الحياه ديالو الا ما رحم ربي، الا جبر شي واحد اللي غادي يدفعو ويزيد به لقدام، ما يبغي يخدم، ما يبغي يعمل حتى حاجه، كيكره يكره المجتمع، يكره نفسه، يكره اهله، يكره احبابه، يكره خواته، يكره اصدقاء، كلشي كيوقع له. صافي الانسان الى وقع دخل دائره الكره راه ماشي بالسهل باش يخرج منها، دائره الهيترز is not easy going out when you are inside you are inside but going out is taking a time. So هنا قبل ما ندخلوا في هذه الدائره هذه الكره، قبل ما نخلي ولادنا يسقطوا في هذه الدائره،
خصنا نراجعوا الاوراق ديالنا على الطاوله، والامهات خصنا نكونوا شويه سيريوز، يعني ما نكونوش امهات كل شيء كنشوفوه عادي. حاجه واحده اخرى كنلاحظ بعض الاحيان امهات كيهبطوا باش يلعبوا مع يخليوا ولادهم كيلعبوا في الباركين ثلاثه اربعه، هادي بعيني كنشوف، هادي ماشي شي واحد قال لي ولا جاب لي شي موطا، جالسين طاو 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 والعيال رافينا كيتلهوا ببعضهم كيتعايروا مع بعضهم، هما ما كاينينش في هذا العالم. حتى كتجبر واحده ما جا كتكذبوا عايده في حنان شحال عندك شنو قالت لك وما ديش عليها بنتي صافي الدنيا ديالي امشي تلعب، يا خصها تهضر يا خصها تهضر مع هذوك فين داتها وسبعات ما عملتش سبعه وانا شتي لك الحمل اللي طابت شتي العيله المصيبه اش من لحام واش من بنتك راه النفسيه ديالك تهدم وعاد كترجع عاود تما تلعب مع داك العيال. حتى واحد فيهم ما كيتحرك من الكرسي ولا احد كيتحرك من الكرسي باش يشوف المشكل شنو. ودابا نتوما علاش خرجتوا مع هاد مع هاد الوليدات باش يلعبوا؟ واش خرجتوا باش تراقبوهم؟ واحد فيكم يبقى على راسو يوري لهم كيفاش يلعبوا وتشاركوا معاهم في اللعب، ولا جيتوا نتوما تجلسوا في الباركين بالقلوى القيل ولادكم كيتعلقوا جالسين عرفتوهم؟ حاله يرثى لها، حاله يرثى لها. حتى النساء هادو والله الا خصهم المدارس فين يتعلموا صراحه، انا كنشوف نقص كبير في التربيه عندهم وبين داك الاولاد، لان الاولاد اللي كيتعرضوا لهاد المشاكل هادو فكتشوف في الوجه ديالهم الحزن. كتجبر بعض البنيتات كيرجعوا عندي ما كنقول لهم ما نكيروش اخو غارجا ما سبوركي ما ديتشو يستو ما ديتشو لوترو ما ديتشو بيشكا وما ديتشو يستو، بركي كيكونوا عاملين مناظر ولا كيكون عندهم لوتيسمو اوتيستاس ما ديتشو لوتيستا تقول انت شاديها سير العاب ملي كتقول كتقول لك مشي تلعب عندي نضلك يلا سير رجع رجع تلعب سير العاب عطيها النخال. ماشي هما ما كيعرفوش النخال، غنعلمكم هاد قاعده النخال وانتم خصكم تطبقوها على العالم. العالم ما ماشيش بالنخال، العالم ماشي بالاصلاح. العالم ماشي بالاصلاح، ربي يحفظكم، ما ماشيش بالنخال. البنت مادام رجعت عندك وما كانش عندها علاش تجي عندك تشكيلك، وحده فيكم وفي الاحسن نتوما ملي عندكم اربعه البنيتات خارجين يلعبوا، علاش خارجين اربعه الامهات؟ علاش خارجين اربعه الامهات؟ علاش هاد الهيطه هادي؟ تخرج ام وحده واخرين يجلسوا في الدار يعدلوا الشغل ديالهم يوجدوا الديبيريس يوجدوا هذاك الساعه اللي ما كاينش غير البنات كنوجدوا الخدمه ثلاث ايام ضرب ايام اللي غنخدموا معاهم في البيت احسن من نجلسوا نقطوا في جلد الناس. وغدا عاود هذيك ما غتخرجش غتخرج واحده اخرى، وحنا عيننا عليهم كاملين. ومنين نكونوا راجعين كنزلوا كندقوا على الامهات ديالهم ها هبط كتهبط اخرى في السنسور كطلع بنتها السلام عليكم عاوزين من عند اخرى عطي لها بنتها باش حنا كنخفوا الوقت وكنهدا ماشي المصيبه. حنا كاملين مقلشين في الباركينات هنايا والمصائب وقاسين بالقلوقي ولادنا قاسين هنا كيتنمروا على بعضهم في الباركين ونسينا قاسه نعسه وبغيتي بنتك بقرا. راه هادشي لا يعقل. والله الا كبارين في السن كتجبرهم واقفين مع الاحفاد ديالو كيلعبوا كبارين في السن، كتقول لك انا لما نوض شي حتاش في السبنيه كيشوفوني ويشوفوا لي جلسوا لان كيهمني علاش انا خرجت انا مع العيال باش نلعب معاهم ولا خرجت كيشوفوني الناس. خرجت في الشمريرو حياتي وراسي هذاك انا حره فيه معقدين من كل شيء بالسبنيه وانا بالسبنيه بالعكس فخر لي انا بالسبنيه ماشي مشكل ما كان ادي بها حد. انا خرج على اساس الطفل باش يلعب اذا خصني نشارك معاه خصني نشوف شنو كيعمل هاد الطفل ماشي انا الطفل راه فينا جوج الكيلومتر كيلومتر وجالس راه فينا وانا جالسه راه فينا وعلاش كنهضر على الخرايف؟ كنهضر على فلانه طلقت فلانه ضرب الراجل وفلانه دات في الكوميساريه وفلانه طيحته وفلانه مشات للكاريتاس وكاينه واحد اجوده في المطاع فلان فلانيه وكاينه واحد السرقه في المطاع فلان فلانيه وكاين واحد الحراقه جاو من هنا كتقولوا لهم انتم الحراقه جاو من هنا وغنهضر الخاويه غير الحاجه اللي ما فيها منفعه. انتي عند بالك خرجتي بنتك باش تعمل باش تزول القنط وانتي بنتك راك كدمر لها الشخصيه ديالها. خصنا كترجع للدار العائله صافي مرته مرمده كتفكر شحال منهم كيمشيو ينعسوا على المخده كيبكيو لان الامه كتسمع جاتنا عندك تشكيلك رديتيها جريتي عليها اخرين عاود ما كيسولوا ولادهم علاش يقولوا لا جلسوا
وانتم كاملين بحال بعضكم، لان داك الجروب ضربه كامل زيرو، حتى وحده فيكم ما فيها الربح. كانت غير وحده شافت ديك العائله تزلق واقفه، حتى وحده فيكم ما تهزت من المكان ديالها، تعرف بعدها شنو هو المشكل. هادو من بين الاخطاء اللي كنبينو للناس، لاننا ملي كنخرجوا مع وليداتنا كنطلقوا الاولاد وكنمشيو حنا نجلسوا من جهاد لين، اذا نتوما ما خرجيش على ولادكم. وانا كنفضل غتخرجوا تخرجوا حاولوا تخلفوا، مشيو واحد المسافه كتخلفوا بالاحسن من رياضه من مشي، احسن ما تخرجوا تبقاو في الكراسه زعما انكم خرجتوا ولادكم شي خرج بالولاد ما هم كاين. وكاين بعض منهم لا، الولاد كنشوفهم انا بعيني كيلعبوا بوحدهم الطقوره، نفس الثقافه ونفس كيلعبوا بوحدهم وماشي كلام، كنجوز محداهم كنسمع شاشي اللي كيتكتب هنا فضيحه. هو الباقي صغارين منا كيسمعوا داكشي الله اعلم. انا كنتسائل الولاد خلقين في الغرب، الا مشاو غادي يمشيو للبلاد شهر ولا 15 يوم ولا 21 يوم، منين تعلموا داك الكلام كامل؟ كنتساءل انا. اذا هنا كترجع القضيه، اما التربيه عندنا في البيت الاب كيسب الام بكلام يعني اللي هو كيسمعوا الطفل، او لا سوء الصدقه الصحبه سوء الصحبه. يعني على الاقل الا خرجنا هاد الوليدات، حنا قلنا العنف كيوقع دائما في الاماكن اللي ما كيكونوش فيها الكبار، والمشكل هو اننا حنا كنخرجوا ولادنا ولكن حنا معاهم حنا غايبين عليهم، ما حنا بريزون ما حنا ابسون. لان يعني الولاد كيلعبوا راه فينا جالسين كيسبوا بعضهم وداكشي، وحنا جالسين بواحد المسافه جالسين كنتهاودوا على اشياء اخرى اللي لا تعنينا في شيء. فلانه طلقت هذاك شغله، فلانه شرات الدار الله يعاونها، فلانه مشات للحج الله يكثر من امثالها، هذاك عمل العمليه الله يشافيه. ولكن شوف المهم، شوف ديك البدره اللي عندك خصك غرستيها كتغرس فيها وخصك تسقيها وخصك تكون مراقبه، شوف البدره ديالك النبته ديالك فين هي، خليك ما تشوف النباتات ديال الناس. نعم نعم اذا باش نخليو الامر واضح، على الاقل هاد ثلاثه النقط الا صححناهم فحنا غنصحو بزاف د الحوايج. النقطه الاولى ردوا بالنا مع الاطفال، عندنا جوج عندنا ثلاثه عندنا اربعه عندنا خمسه، كنشوف واحد كيستهزئ باخر نوقفو ديك الساعه، فلان بالاسم ديالو كتنادي عليه اش، وهذاك اللي سقط بديك الكلمه اش، جلسوا على الطاوله جلس انت جلس. انا هذيك المراه اللي بقى وبلاتها تيجي باباك، انتي بنتي غنمشي كب عليك كرش قلمه، انتي ما تصلح لا للزواج ولا للحياه ولا حتى شي حاجه، انتي غاسر كب عليك كرش قلمه، انتي ما صالحه لوالو. انا منين كنهضر منين عندي المشكل في البيت ومنين كنقول للطفل حتى يجي باباك، هنا ان الدور ديالك غياب تام 100%، ما عندك حتى شي دور، الطفل ما كيخافش منك، ما غيعملش بحسابك، ما غيتعلم منك حتى حاجه، لان الطفل ما يمكنش تعلمو واحد الخوافه اولا تعلم واحد الانسان اللي ما فيه حتى حاجه. ما كنقولوش هذه مجموعه من النساء وبلاتي يجي باباك، علاش مالو باباه الغول، بلاتي يجي باباك قاع المشكل، كتجلس بنك كتجلس ولدك كتجلسو كتهضر معاهم كل عينك في عينهم. علاش قلتي هاد الهضره هذه؟ علاش ناديتي على خاطرك بهاد الهضره؟ شنو الاسم دخاك؟ كيقول لك فنان، كتقول له جيب الورقه، كتنوض تجيب الورقه، كتعطيه ورقه صفراء، كتعطيه البيك، كتقول له كتب الاسم تاعك، كتبو تما، عاودو، كيعاودو، كتقول له شتي هذا الاسم هذا، غادي تكتبو 100 مرة، 100 مرة غادي تكتبو، ومنين تكملو، عيط عليا قول لي بأن كملتيه، هنا كتركز له بأن خاك عنده الاسم، والاسم ديالو تكتب على الورق الأصفر. وممنوع من عن كليا اننا ندعو على اخنا على الاخ بشي اسم اللي هو ماشي غير الاسم. في نفس الوقت ملي كيكتبو كتعيط للسر كتقول له شنو وقع؟ كيعاود لك. كتقول للكبير شنو وقع؟ كيعاود وكتشوف. الا كان الصغير عامل خطأ كتقول له علاش؟ الا قال هو شي هضره علاش قلتي لك هاد الهضره هادي؟ كتقول له اجي هنا. هاك. هاد الكلمه هادي اللي قال كدعم النقد ديالها هنايا، كتقول له هادي كتبها 100 مره. يلاه. ايوا.
ما كاينش ديك او ما او بلا تيجي باباك بلا تيجي عمك، نوض ديال الحبيبه ديالي بدات تفكر بعقلك. قال له هذه هنا كتكتبها 100 مره. قال كلمه ساقطه فهمتي، كنعوض النقيض ديالك كتكتبوا له هنا، كتقول له اكتبه هنا. هاد المره كسبتوا 100 مره، المره اللي ما جات غنعطيكم 2000 مره، والله من هنا ما تنوضوا بجوج بيكم. وعاد كاينه عقوبات اخرى اللي ما غادي نقولها لكمش دابا. صافي كتشوفهم كيطلقوا راسهم. بلا غيتو كتبوا اخر كتبوا ما عندهم هذا، غادي تعلمهم على الطريق الصحيحه. اليوم غدا بعدو غادي تصحح له في هذا، فهما غادي يعرفوا الاسماء بعضهم، فهما غادي يعرفوا الا كاين شي مشكل غادي يجلسوا، الا كاين شي حاجه غادي يحاولوا يجيو عندك باش يقولوها لك. ممنوع السب، ممنوع الشتم، ممنوع التحقير، ممنوع الاستهزاء ببعضياتهم. نعم هذو من بين الاشياء اللي لان علاش من كتمنى ابنك هكذا داخل البيت انه مستحيل يخرج من برا يعمل شي واحد اخر. هنا بعدا ولا تتلامزوا بالالقاب، ولا تتلامزوا بالالقاب، هي هذه عندنا واحد الامر، حنا واحد النهي عندنا في القران، ما نتلامزوش بالالقاب. سي طبقتيها على ابنك، هذه واخداها حنا كاينه في علم النفس ولكن واخدينها من القران. الا بغينا نمشيو للقران ديالنا حتى في الدين ديالنا كاينه، في الدين ديالنا كاينه. إذن هادو من بين النقاط. الأم اللي كتشتغل بزاف برا، حاولي الرجوع ديال الأولاد يكونوا مع الرجوع ديالك، دخل معاهم للبيت باش ردوا بالناش كاين شنو واقع. خرجناهم يلعبوا، ماشي نجلسوا حنا في الباركين ونجلسوا كنهضروا ولادنا رافينا، لا وحدة ومعناش اللي نخرجوا أربعة وخمسة، هما أربعة الأصدقاء وتجوز عليهم تهزهم، واحدة كل نهار تخرج واحدة، ما تضيعوش الوقت. وإذا كانوا مثلا كل ماشيين جوج جوج جوج، هنا على الأقل يجيو جوج جوج الأمهات باش نراقبوهم من هنا ومن هنا.